الإذاعية. أسأل حضراتكم لدعوة الأستاذ جنانش محمد، وهو أستاذ باحث في تاريخ جامعة عين تيموشنت، لإلقاء محاضرة بعنوان رمزية رسالة الشهيد في الحركة الوطنية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تحية وطنية أزفها إلى جميع الحاضرين لنلتقي اليوم كما جرت العادة لنقف أمام موسوعات ومعجزات حققتها الثورة الجزائرية على مدى 7 سنوات ونصف من البطولات. ومن هذه المعجزات اليوم الوطني للشهيد الذي يصادف كل عام 18 فبراير. هذا اليوم قد تحدث عنه السيد مدير التربية وهو مشكور، وقد أفاد كثيرا في توضيح وإبراز تلك الأحداث، تلك الملحمات التي وقعت في شهر فبراير الأغر، فهو الشهر الثاني بعد نوفمبر الأعظم. جرت العادة في هذا المكان الطاهر أن نقدم لكم محاضرات تاريخية، ولك اليوم غيرت الطريقة وغيرت الأسلوب، واكتفيت بين أن أمرح وأجول ضمن عبارات دقيقة ومفاهيم دقيقة ومواقف طيبة من خلال أمرين. أولا، قصيدة شعرية نظمتها تلقائيا ليلة البارحة، وثانيها رسالة السي حميدة أحمد زابانة الذي سنقرأها عليكم بعد قليل، وعنونتها من فيض الخاطر، وعنوانها الآخر رجلان لا يفترقان. عاشا الرجلان سنوات الجمر والإذلال في ظل الهيمنة والقهر والاحتلال. لم تحدهما السكينة ولم يهدأ لهم بال، الشوق التواق يداعب نسيم الاستقلال. رجلان لا يفترقان. كابدا ويلات القمع وأشكال الاضطهاد، والفؤاد يحن إلى المجد والاجتهاد. سئم الناس من الظلم في زمن الاستعباد، هيا بنا يا أصحابي لنكسر قيود الاستبداد. رجلان لا يفترقان. مستعمر غاشم داس على القيم باختراق، ونكل بشعب أبي حتى الاحتراق. لك الويل بجورك سحقت عبير الأوراق، ومحوت بوحشيتك سحر الأشواق. رجلان لا يفترقان. جمعتهما الصحبة والأخوة في حب الوطن، وقادهما الجهاد لتخليص البلد من الفتن. تغير كل شيء في غياهب العنة والمحن، وغدا التمييز والإبادة في سجل المهن. رجلان لا يفترقان. جاب بعزم وصبر الفيات والقفار، في نوفمبر لا فرق بين الليل والنهار. إصرار ما بعده إصرار على الانتصار، النصر قائم قادم سقط الاستعمار.
سقط الاستعمار، سقط الاستعمار. إنهما رجلان لا يفترقان، رجلان لا يفترقان، إنهما المجاهد والشهيد، إنهما المجاهد والشهيد. زهرة الجنان حرر الإنسان. انتهت القصيدة.